طيب ابو زغليل مستعد تلعب ماينكرافت؟ ليتس جو. طيب اسمع بعرف ان انت مبتدئ في ماينكرافت بس في اشي غريب حلعبك اليوم. مين المبتدئ؟ استعي حالك اول اشي. مبدأ اللعبة كالآتي، احنا تحتينا زي مربع واحد بس. طيب هذا المربع كل ما نكسره بيجي اشي بداله، فاحنا بناخذ هاي الاشياء اللي بتطلع لنا وبنعمل فيها جزيرة كاملة لنا. اوه نعمل مدينة لنا. ايوه والمهم اهم شيء انه ما نهوقع واحنا معنا الموارد. بحاول ماشي. فاهم؟ توقعش مع الموارد، مركز؟ معك اخوي ما عليك. طيب يلا نكسر اول واحدة. يلا. يا غبي! انا وين وقعت؟ دخلت الجنة؟ بالغلط. اي اياك يلا خلينا نكسر اللي تحتينا. يلا هاي اخذنا هاي هيها. طيب زغلول زغلول اهدى زغلول تاخذهم تلتين. طيب جنب ابني ابني لا زغلول اهدى اهدى زغلول ايش زغلول ابني ابني حوالينها. يلا لا واضح انه حنتعب في اللعبة هاي. لا لا زغلول زغلول ركز. ما عليك اخوي زغلول ركز. لا هاي اللي قاعد ببني. لا وين راح؟ وين رحت؟ وين رحت؟ وقعت. لا زغلول معك الخشب. ابعد 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 اسمع روح انا بدي اخذ هاي ابعد. ليش؟ اسمع اوعك توقعني زغلول معي موارد جدا مهمة. جد؟ لا لا زغلول اوكي واضح يا جماعة حلعب لعبة كثير قوية اسرع لعبة ماينكرافت. زغلول ركز زغلول طب اعطيني اللي زفت الطين. لا انت بتاخذ كل ما اعطيني اياها. اكبس كيو طلع هاتها هات الارض اللي اخذتها. لا مش هي هات الارض هات الارض اللي اخذتها هات الارض. ايوه خشبي خشبي هات هات ايه هات هات خذ استنى هيك استنى ها الله ام اللعبة لا حنخسرها. زغلول زغلول خلاص 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 اسمع اهدى اهدى خلاص خليك 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 يا الله مش عارف اخذ كل شيء من عطر الك خلاص يا الله وين هذا حمار ما بعرف شو يبني. طيب شو اعمل؟ اسمع كسر وانا بلم موارد كسر كسر كمان. لا حوقع حوقع يا ثور. ارجع هاي بنيت ارض لعند شكلك زغلول يا شكلك زغلول المربع كله هالقد اعطيني زاوية. طيب هيك بنيت هاي بنيت بنيت يا حبيبي يلا وقف على الزاوية بعيد عني لو سمحت. ها ايش اتفرج عليك وازقف بس اتفرج علي وازقف بس اتفرج علي وانا باخذ ابعد. لا ايش هذا؟ لا 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 تقتلوا ايش خنزير هدول مش لازم اقتلوه؟ زغلول لازم نقتله ونحاول ناخذ اللحمة او خلص 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 اوكي 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 ها حامل لك بس هيك شارع لإلك وضلك واقف عليه تيجيش عندي. يلا هناك وقف. ايوه خليك هناك ايوه يلا احفر احفر يا طلع معك هذا الشيء؟ اوه لقيت اشي مهم لقيت اشي اوعك نفرط فيها هاي اسبح؟ لا اوكي اسبح. اوه استنى ليه ليه ما بطلع لفوق ليه ليه لا 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 يلا كسر يلا ثقة ثقة فيك كسر انت ايش جمع موارد يلا بلش يصير لنا شغلات حلوة يلا. اوه اسمع حط حط زغلول حط الاغراض اخوي عم بجمع عم بجمع بطيخ بطيخ ممتاز بطيخ ممتاز بطيخ 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 كثير منيح لا اوه اوه ممتاز ممتاز خليك اوعك ايش اقتلهم خليهم خليهم لا تقتل لا تقتل خليهم بلكي هسه عملناهم من مزرعة لو سباب عدي راح احلبك يا بقرة يا غبي. شو اللي وقع؟ شو اللي وقع؟ بقرة. لا استنى ليش توقع البقرة؟ شو بعرفني قاعد بتتمشى؟ استنى استنى هدي زغلول اسمع اسمع عاملهم كويس والله كيف واقف؟ اوه ولعت ايش؟ خنازير غلبت عندك حيوانات زغلول وقف 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 عملية الخفر نتصرف نتصرف الحيوانات اللي عندنا اسمع تعال نرميهم لا لا هدي هدي اسمع يا نزوجهم يا نذبحهم اوه احلى تجارة هاني قاعد بعمل قفص عشان الحيوانات هاي دخلت بقرة وخنزير زغلول شو صار معك؟ انا قاعد عم بقنع البقرة تمشي
اسمع توقف، ادخل يهرب. اوكي تعالي يا بقره تعالي. لا 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 زغلول، انت عندك مهمة واحد زغلول. اخوي البقرة ردت علي. هربت البقرة فين؟ بقرتين هربوا، بقرتين يا زلمة. زغلول ايش؟ ايش من لك فايدة؟ بسرعة الله. ايوه اطلع 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 اطلع. اسمع انا محرج منك بس استنى عليك معهم. ها ليش انا مزعوج منهم برا على حشر معاهم جوا؟ بس انا بقول نعمل هيك مربع نحاول نرمي فيه دجاج بس من طريق البيض. اوه صح صح صح، في بزر البطيخ. طلع 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 اخوي، طلع اخوي كيف الدجاج كله بالحقني يا ابني. طلعني انا شوي وحماعي معاهم، بدي اعمل بس مكان للدجاج عارف كيف. يلا خلاص يا سا احنا ايش مع حالنا، خلينا نظبط الامور. لا 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 زعب سطل. زغلول وقعت معك، رميت معك كثير شغلات مهمه. عادي عادي متعود على الغباء هذا. معي السطل الوحيد، الله اعلم متى حنجيب. من وين اجيب لك انا سطل هسه؟ خلاص اسمع وقف خلينا نبني. بتعرف كيف تعمل كساره احجار؟ لا تعمل كساره تكسر فيها الحجار، حاول تعمل واحده. والله ما فاهم شيء. اكسر يعني ولا شو اعمل؟ حاول تعمل الشيء اللي تكسر فيه الحجار. شيء اكسر فيه الحجار؟ شو استخدم من الموارد؟ استخدم ايش من الموارد؟ بتستخدم الموارد صح. طب هات استنى نرجع نحفر نلاقي كسارة. لا لا بدك تستخدم الاشياء اللي عندك عشان تعملها يا زغلولتي. بلوك وول، خلينا نجرب هذا. هذا الاشي ممكن يكسر الحجارة صح؟ بدك تعمل بدك تعمل اشي. طلع علي. لا هذا ما بيكسر الحجارة، هذا صوفي زغلول. والله جد؟ طلع اسمع طلع في ايدي، طلع علي. طلع شو معي؟ شايف معك زي سيف. هاي كسرت خشب، في زيها للأحجار. مش عارف أنا أجيب الهام من وين؟ ميلون سيدز؟ لا لا لا. أوكي شو صار معك؟ وما طلعش معي إشي. زغلول. واحد اثنين هدول تبتين تمام؟ واحد اثنين ثلاثة. هدول الأشياء اللي أعطتك إياهم هدول بدأت تعمل فيه كسارة حجارة. بنحط هاي. هيك زغلول لازم تستخدم هاي. لا استخدم هاي، هاي لا استخدمها. ايش هي هاي؟ اوكي ها اوكي اتوقع اني عرفت الحل. شو هايها؟ عملتها؟ عيب عليك يا زلمه، عملتها لحالك؟ استحي استحي. كيف عملتها؟ يعني هسه بدي اشرح لك البروسس، بدها تكون كثير صعب عليك. اديني اديني جامد. ايوه 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 ولعت. اوف لا خليهم هذول ممتازين. لا 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 يا الله بدت يا حمار. كل الشجر معي وحالتي حاله. كان حطيتهم بالستوك يا زلمه الله يسامحك. وانا عارف الغباء. يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي زغلول ايش عملت؟ قلت يخرب بيتهم. لا انحشرت. لا لا اخوي اين عم بقتلهم؟ احا لا سيبوا بقراتنا. اهم شيء تقتل البقره، اهم شيء تقتل البقره. ما عليك ما عليك. ايوه كيف اطلعنا؟ وحش. لا 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 يا ولاد الكلب. وقعوك؟ والله مشكلة زغلول، لازم نلاقي طريقة نحمي نفسنا أكثر من هيك، وأنا عندي الحل. فاجئني. حاط جدار الحماية. عشان ما نوقع. بالظبط، شكرا لك. الحيط هذا حشرني الله يخزيك. لا 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 شغلت. لا تعرف اذا كنت عامل اشي غبي وقعت معي اغراض تخلف. تعال ولك فيه هون ستوك مليان هون. نفقع وجهك ابو الرب. راح انقلع. زغلول معي ستون. معي ستون. ما انا اللي عملت لك اياها يا حمار. اوقعك هسه اوقعك عشان تتربم. تعال تعال يلا. زغلول لو انك زلمه خليك مكانك. هيني مكاني.
تعال تعال. لا ما وقعت؟ وقعت؟ وقعنا احنا الجوز. وقعت؟ وقعت؟ آه غبي. ها اسمع باجي بضربك على الحقيقة هسه. وين قلع الزلمة؟ غبي 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 غبي. ايش في؟ تستقوا علي عشان انت لعيب اكثر مني يعني؟ وين قلع الزلمة غبي؟ ما بتعرفش تلعب. ما انت خربت الجزيرة تبعتنا. شباب بدكم اياها نكمل السلسلة ولا خلاص؟ ان شاء الله خلاص. تعبت نفسيا. شوف قاعد جاي وحوش.